التهريب والتهرب من دفع الرسوم أحد أكبر مزاريب الهدر والفساد في الدولة اللبنانية. ماذا عن دور التوقيع الثالث في وزارة المال والذي تمسك به الثنائي الشيعي طوال سنوات؟ المشكلة الأساسية اللي عندنا إياه هو التهريب. والتهريب الشرعي والغير شرعي. التشدد في المرفأ وضبط التهريب. جمرك أحد الأشياء اللي عطلوها. التهريب عبر المعابر الشرعية واحد من أبرز أسباب العجز في الخزينة اللبنانية، فالرسوم المتوجبة على تصدير البضائع أو استيرادها لا تدفع لصالح الدولة، وإنما لجيوب بعض سماسرة رجال السياسة المزروعين بصفات مختلفة في مرفأ بيروت. وين عضيتهم؟ محلين يحني عدهم. أنا بدي أسألك سؤال وقلت كم مرة صرت بعصنا؟ مرتين. كم بدنا منك 200 دولار؟ 200 دولار مخالفة هاي بدي هلا 300,000. ما تضيع الطف. طيبك براني 400,000. ما تضيع الطف. حلقات تلفزيونية عدة وثقت بالصوت والصورة هذه المخالفات التي يرتكبها كشافون على بور بيروت، في حين تسلم الثنائي الشيعي أمل وحزب الله رئاسة المجلس الأعلى للجمارك ووزارة المال على مدى سنوات لكونها التوقيع الشيعي الثالث. وبالحديث عن التهرب الضريبي، لا يمكن أن ننسى تهرب أبناء السياسيين من دفع رسوم سياراتهم الفارهة. أنا أقول لك تعوض 100,000 دولار. هلا خد سيارة بلاش. كل حد اللي تعوض. طبيعي. أنت بعد بس أنت أنا بشتري منك. ما هو من بشتري مني. أنا بس أنا بلك. بس لا حساب لك تغير. ليش؟ لو انت عم تخسر فيه 40-50 ألف تاخذ سيارة جديدة، لا اكيد تغير. بس شو حكيت؟ مش حلو جديد. انا كل عم تيجي على بلد لانه عندنا هول. ومنهم ما لم يحاسب لتمتعه بغطاء سياسي من احزاب وشخصيات لبنانية. إلى المطار الأساليب تختلف والنتيجة واحدة، أشخاص يتحكمون بكل ما يدخل ويخرج جوا. هاي البضاعة عن مين راحت؟ عن مين فاتت؟ مين استلمها؟ أنت لمين سربت البضاعة؟ اشتركين ديفان؟ شو معك ورا أنت هلا؟ كين ديفان؟ انتهى الموضوع. أنا على شو مضيرك؟ على ورا أو لا؟ انتهى الموضوع. التهريب في مرحلة الدعم وخلال الأزمة كان له طابع أكثر وقاحة، ففضلاً عن تهريب المحروقات والقمح وغيرهما من المواد المدعومة، تم بحمد الله وصول شحن طاقة أغنام نعيمي قادمة من لبنان بتاريخ 29/3/2021. جرت عملية تهريب أموال عبر تصدير أغنام جزء منها مدعوم وآخر مهرب إلى سوريا، كل ذلك بتوقيع وزير الزراعة السابق عباس مرتضى المحسوب على حركة أمل. نوجه رسالة رئيس بلدية سور حسن بو أنه مصدق سور عمل رئيس بري عمله لأهل منطقة سور، مش لجي واحد محتكر من برا ويهرب بار على سوريا لهون لهون ويستفيد عندنا بجنوب. ونحن 20-30 مصدق بمعركة وبرج رحال وكل الكرة جنوب رح نوقف عن الشغل. إذا بيقبل رئيس بري أو بيقبل حسن بوب بهالطريقة هيدا عم نشتغل فيها، نحن خيبا برا من كليتهم. ملايين الدولارات هربت إلى الخارج وإلى جيوب النافذين المحسوبين من دون أن نشهد لقوى السلطة الحاكمة أي ممانعة لهذه التصرفات، في حين كان محور الممانعة متمسكاً بالتوقيع الشيعي الثالث الذي لم يقف سدى في وجه هذه الممارسات.